مرحبا، كيفكم؟ في موضوع محيرني كثير، يعني مستغرب منه الصراحة. يعني هو أكتر الشباب والعالم عم تساوي، شوف واحد أخي بسكر وبساوي شغلات يا رص وبحشش وبطلع بسهر كل يوم، وبرجع على مثلا البيت بحط لك بوست مثلا: ربي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو ربي إني كنت من الظالمين. أنا هون بقول هذا الزلمة خلص تاب، يعني راح المرة وتاب. تاني يوم تلاقي طلع سهر سكر حشش ورجع نزل لك صورة دعاء الصباح دعاء المساء مثلا. برجع رابع يوم بقول لهذا خلاص، يعني بكتب هيك كذا بده يتوب، تنصحه بقول لك ايه ماشي ماشي. برجع ثالث يوم رابع يوم برجع بسكر وساوي الاجواء الخرافيه وهاي، برجع والله انا لازم توب، انا لازم ساوي كذا. تلاقي هيك بحكي معه ببرق بقنعك، يعني هو بقنعك: لازم اصلي، لازم ما بعرف شو، لازم الله ما بوفق انا مشان شيء، لازم. تقول له نعم مزبوط لازم اكون معك. خامس يوم تلاقي راح على الكباريه كانه ولا شيء. وهذا الشريط عن جد هي يعني بشكل كبير ملاحظانا، الحمد لله رب العالمين. هي واحد يعني مهما صار لا ينسى دينه وهيك، بس لا الشغلة هي يعني منتشرة كثير. يعني شكرا لكم.